ينضم إلينا الآن من مقر مجلس الشيوخ مراسل التلفزيون المصري كريم بابرس. كريم، أبرز ما جاء في الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل من مقر مجلس الشيوخ ننقل لكم آراء ممثلين الشعب في هذه الجلسة الطارئة التي عقدت اليوم لمناقشة آخر التطورات والتصعيدات التي حدثت في الأراضي الفلسطينية بين المقاومة الفلسطينية، وأيضا آخر ما حدث على الأراضي الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة، هذا القطاع الذي نالت منه قوات الاحتلال خلال 11 يوما الماضية عدد كبير من الشهداء، وبالتالي جاءت هذه ردة الفعل الكبيرة من الشعب المصري في الشوارع والميادين. واليوم على الصعيد التشريعي أيضا مجلس الشيوخ عقد اليوم ممثليه الذين تحدثوا اليوم عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي نالت من الشعب الفلسطيني، واستهداف الأطفال واستهداف النساء، وتحول القضية من قضية ليس فقط صراع سياسي ولكن أيضا إبادة جماعية والقضاء على القضية الفلسطينية بشكل عام، ومحاولة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء الحبيبة. ومن هنا أيضا تحدث من هذه النقطة، وكانت هذه المنطلق الأساسي للنواب اليوم في مجلس الشيوخ ليتحدثوا عن قضيتين هامتين ومن أهم النقاط. النقطة الأولى كانت التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني بكل الوسائل والطرق الممكنة، عن طريق إيصال المساعدات، التنديد بما يحدث من قوات الاحتلال فيما يتعلق باستهداف المدنيين بشكل مباشر واستهداف المستشفيات مثل مستشفى المعمدان التي تم استهدافها بالأمس، أيضا بالإضافة لذلك التعامل السريع عن طريق الدول الأوروبية ومجلس الأمن وغيرهم من صناع القرار لإدانة ما يحدث من قوات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. كانت هذه النقطة الأهم والأبرز، ولكن أيضا بالإضافة لذلك أشاد النواب بنقطتين هامين: التضامن الشعبي المصري مع الشعب الفلسطيني، وما خرج اليوم من وقفات احتجاجية في الشوارع والميادين ليندددوا ما حدث في غزة، وأيضا ليطالبوا مطالبات عديدة منها الوقوف العربي الجامع لمساندة القضية الفلسطينية. وأيضا خرج الشباب والسيدات والرجال في ميادين مختلفة وأطلقوا الهتافات الكبيرة والتاريخية والتي أعادت إحياء ذكرى القضية الفلسطينية، وهي بالطبع لبيك لبيك يا أقصى لبيك يا فلسطين. أيضا تحدث اليوم مجلس الشيوخ عن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، وليتحدث فيها عن أهمية القضية الفلسطينية وأنها لن تموت في ظل الدعم المصري المتواصل التاريخي والحاضر والمستقبل للقضية الفلسطينية، وهذا عن طريق رفض التهجير ورفض أيضا المساعدات الأوروبية والدعوات غيرها من الولايات المتحدة وغيرها لتهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية. بل تحدث أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أن الشعب المصري قادر على النزول إلى الميادين بالملايين لدعم القضية الفلسطينية وللحفاظ على وحدة الأراضي المصرية، وأنه لن يفرط في أي شبر من أراضي شبه جزيرة سيناء والأراضي المصرية بشكل عام. أشاد جميع النواب اليوم بهذه الكلمة وعبروا عن دعمهم وتفويضهم للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعامل بشكل مباشر مع هذه القضايا التي تمس الأمن القومي المصري، ومنها حماية الأمن القومي المصري، حماية شبه جزيرة سيناء، والابتعاد عن دخول في أي صراعات مباشرة، وأيضا بالإضافة لذلك الوقوف مع الشعب الفلسطيني لمنع فكرة تهجيره إلى الأراضي المصرية، مما يؤدي بالطبع إلى موت القضية الفلسطينية، وهذا ما لن تسمح به الدولة المصرية ولا الشعب المصري. تحدثنا أيضا مع النواب خارج الجلسة بعد ذلك، وتحدثنا عن آرائهم في هذه التحركات المصرية، منها بالطبع جزء الخاص بمجلس الشيوخ اليوم، وغدا أيضا مجلس النواب،
وبالإضافة لذلك الدعوات المستمرة من القوى السياسية والتحالفات السياسية للنزول للشوارع تضامنا مع القضية الفلسطينية، وأيضا دعما للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع أي تهديدات من الممكن أن تمس الأمن القومي المصري، وتحديدا جزيرة شبه جزيرة سيناء التي ضحى من أجلها الشعب المصري والجيش المصري من قبل، وما زالت التضحيات مستمرة وستستمر من أجل الحفاظ على السيادة المصرية والحفاظ أيضا على القضية الفلسطينية. أشكرك جزيل الشكر مراسل التلفزيون المصري من مقر مجلس الشيوخ كريم بابرس، شكرا جزيلا كريم على هذه المتابعة الوافية.